القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نسامو رسول أهل العزاء. ساب النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم السلام أو الزهراء عليه السلام ما يستتاب، ما يستتاب. من سب رسول الله أو أحد الأئمة أو الزهراء المعصومون الأربعة عشر يقتل، يقتل، حده القتل، ويجوز لكل من سمعه أن يقتله.